حدثنا عبد الرزاق قال أنا ابن جريج قال أنا عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين بيتي امرأتي فضربت أحداهما الأخرى بمصطاح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. قلت لعمرو لا أخبرني عن أبيه بكذا وكذا، قال لقد شككتني.